امضي قيس امضي. أرأيت أنه لا يوجه إلي إلا أفعال الأمر، لكن المفروض أن يكون فعل الأمر مبنيا على السكون. اقرأ اكتب. امضي قيس امضي. أرأيت امضي بالكسر كيف؟ وهذا وقتك يا أستاذ، أجيبيه رجاء فأنا ما عدت أحتمل. امضي فعل أمر مبني على السكون، ويحذف حرف العلة من أمر المعتل الآخر. أعربت ليلى الفعل امضي فعل أمر مبنيا على السكون، علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وهذا خطأ، والصواب أنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره لأنه معتل الآخر. مضى يمضي امضي. حسن سأمضي، السلام عليكم. لا يا ضيفنا، معاذ الله أن آمرك بأن تمضي. معاذ الله أن آمرك، يجب أن يكون الفعل بإخلاص فتح الراء نصبا وليس بحركة مختلسة. أنا فقط وجه إلي فعل الأمر امضي، ولكنني أصر على البقاء هنا. وما حجتك؟ جئت أخذ نارا. جئت تطلب نارا أم ترى جئت تشعل البيت نارا؟ قضاها لغيري وابتلاني بحبه، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني.